بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ، عليه نتوكل، منه نطلب السداد والتوفيق والنجاح. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أجمل تحية من هنا، من أرضية ميدان المرموم، وعلى الهواء بثا مباشر ضمن فعاليات تمهيد المرموم لسن الثنايا في هذا المساء لأصحاب السمو والشيوخ، بتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة واهتمام من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. مرحبا بالجميع، مرحبا بالمشاهدين عبر قناة دبي ريسنج، نرحب بهم أجمل ترحيب. مرحبا بالمشاركين المتابعين على هذه الشاشة. نشوف ونسير وياكم في هذا المساء مع 14 شوط ما بين البكار وما بين الجعادين، مسافتنا 8 كيلومتر. ها هو الشوط الأول على أرضية هذا الميدان مخصص للثنايا البكار المحليات الأصايل. مباشرة نسير مع شعار العاصفة الشاهينية على المقدمة لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني هملولة لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي، وفي المركز الثالث الشاهينية لهجن ند الشبا بقيادة المضمر سالم بن سعيد. المركز الرابع هنا الطيارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر سعيد بن عبيد الحميري. ننتقل إلى المركز الخامس، هملولة على المركز الخامس لهجن الرياسة بقيادة مضمر علي بن جميل الوهيبي، وفي المركز السادس الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز السابع هنا الغزي اللي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري مضمرا لدى الغزيل. ننتقل الى المركز الثامن، وفي المركز الثامن الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز التاسع الشاهينية، وفي المركز العاشر الشاهينية والهنتين لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. هذا اول ندى للمراكز العشرة الاوائل في هذا المساء الحلو الجميل، مساء المرموم، مساء الثنايا، مسافة 8 كيلومتر. الرقص مع الكبار، ويحلى الرقص مع الكبار، وخاصة يقول بن غراب الفترة المسائية نروح مع المقدمة، نروح مع الشاهينية، مع هجن العاصفة على مقدمة هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات. ها هي هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، الملاحقة والمتابعة منذ البداية من هذا الشعار، الشعار الحمر لون الخطر يمر ويعبر على ظهر هملولة، شعار مؤسسة هجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر بالجمايل علي بن جميل الوهيبي. ننتقل هنا على المركز الثالث مع الشاهينية بشعار هجن ند الشبا، الشعار المميز لهذه المؤسسة، مؤسسة هجن ند الشبا بقيادة أحد الشباب المضمرين سالم بن سعيد في التضمير وفي التدريب. ننتقل إلى المركز الرابع، المركز الرابع هملولة، هملولة على المركز الثاني، هملولة على المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي، وفي المركز الخامس ناخذ اللي في المركز الخامس، الطيارة على المركز الخامس. يلا يا سعيد يا ابن عبيد يا الحميري، حرك محركات الطيارة، حرك الطيارة. هي الآن على المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر سعيد بن عبيد الحميري. المركز السادس والسابع والثامن الشاهينية والثلاث لهجن العاصفة
بقيادة المضمر غياد الهلالي. ننتقل إلى المركز التاسع، وعلى المركز التاسع وصل الشعار الحمر مر وعبر إلى المركز التاسع لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل الذي لا يعرف المستحيل في هذا العالم، عالم سباقات الهجن بوذياب راشد بن محمد بسم المنصوري. وفي المركز العاشر، المركز العاشر الغزيل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كابتن الطيارة عبد الله بن سالم المسافري في التضمير. هذه النتيجة، هذه النتيجة، هذا ثاني ندى للمراكز العشر الأوائل. وهناك الأمور منذ البداية وحتى هذه اللحظات، الشعار الملكي مسيطر سيطرة كاملة محكم القبضة على مقدمة هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات. ها هو شعار العاصفة، ها هي امبراطورية هجن العاصفة على مقدمة هذا الشوط كما عودتنا، عودت جماهيرها ومحبينها. ها هي الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. ننتقل إلى المركز الثاني، هملولة على المركز الثاني منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهي تلاحق الشاهينية بهذا الشعار، الشعار الحمر لون الخطر، يمر ويعبر إلى المنصات، إلى التتويج، إلى الناموس، إلى السيوف، إلى الذهب. ها هي مؤسسة هجن الرياسة بقيادة المضمر، المضمر الظافر بو الجمايل علي بن جميل الوهيبي، يا ما سطر حروف ذهب مع من ذهب مع هذا الشعار، مع شعار مؤسسة هجن الرياسة. ننتقل هنا إلى هجن ند الشبا، إلى شعار هجن ند الشبا على ظهر الشاهينية. أيضا هذه المؤسسة لها إنجازات عديدة على أرضية الدولة، خارج أرضية الدولة، مع الرموز، مع الإنجازات. ها هي هجن ند الشبا بقيادة أحد الشباب المضمرين سالم بن سعيد. ننتقل إلى المركز الرابع، المركز الرابع هملولة وصلت أيضا مساندة لخطة اللي على المركز الثاني، هملولة لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. وصلت الشاهينية، يا السلام، ذعناها في المركز التاسع، والآن تفاجئنا على المركز الخامس. الشكل حلو، الشعار حلو، الأداء حلو. ها هي الشاهينية والسلالة فنانة، سلالة شاهينية في دماء وفي روح وفي عروق، الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. وصلت هجن العاصفة مع الشاهينية على المركز السادس، توها ذايعينها على المركز الثامن، وتغترب تغترب من مركز إلى مركز، عينها على مقدمة هذا الشوط. ها هي الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. يا ما أنجز العديد والعديد مع امبراطورية هجن العاصفة، مع السيوف، مع الخناجر، مع الأشدة، مع الكاسات، على أرضية الدولة وخارج أرضية الدولة. مشكور يا غياث الهلالي على ما تقدمه جماهير هجن العاصفة. ها هي الشاهينية. ننتقل إلى المركز السابع، وفي المركز السابع أيضا الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. ننتقل إلى المركز الثامن، الشاهينية، وفي المركز الثامن، وفي المركز التاسع الشاهينية الهنتين لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. مط الغزيل ولا الطيارة؟ الطيارة على المركز العاشر لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. هذه النتيجة، يا هذا المنظر، المنظر الحلو الجميل. شوفوا المركز الأول والثاني هنتين بشعار العاصفة وبشعار هجن الرياسة، وهنا أيضا هنتين على المركز الثالث والرابع بشعار هجن ند الشبا، بشعار هجن الرياسة. المركز الخامس والسادس بشعار هجن العاصفة وبشعار مؤسسة هجن الرياسة.
يا سلام هملولة تتسلل، هملولة تتسلل. هذه الشعارات اللي لها وزنها وثقلها في هذا العالم، عالم سباقات الهجن، يحلي المنافسة، يحلي المراكيض في الدولة خارج الدولة، منافسة شريفة على أرضية هذا الميدان، والناموس للجماهير والمحبين، منافسة شريفة. هذا الأداء المتميز، يا سلام، 2 كيلومتر عن خط النهاية، هملولة متصدرة قائمة هذا الشوط لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر بالجمايل علي بن جميل الوهيبي. هات لي تطوي الميدان، طي لتبدل على اليسار وعلى اليمين، يا سلام. حذاري من الشاهينية يا بن جميل، الشاهينية مع غياث الهلالي، يا سلام. بطاحلة المضمرين يتلاقون في هذا المساء على أرضية ميدان المرموم، يا سلام. هذه منافسة ومبارزة ودية قبل الختاميات، قبل المهرجانات، بداية تجارب حلوة، تجارب حلوة في هذا الأداء المتميز. المؤسسة هجن الرياسة، الإمبراطورية هجن العاصفة، يا سلام، يا سلام، يا هجن الرياسة على المقدمة، لا زالت مغادرة، لا زالت مبتعدة بالمقدمة، لكن حذاري أشوف غياث بدأ يحرك، بدأ يكلم، بدأت تغترب الشاهينية، بدأت تغترب من هملولة. 1200 ما تبقى عن خط النهاية، يلا يا الظافر، يلا يا غياث، اللي بيفتح سماعة، اللي بيكلم، اللي بيحرك آلي الأمور على أرضية هذا الميدان، والاتجاه إلى خط النهاية وإلى المنصة الرئيسية. يا سلام، بدينا نغترب من الكيلو المتر الأخير، كيلو السبوق، كيلو التحدي. هنا السبوق تسحب الجاذبية وتطير في أسماء ميدان المرموم، يا سلام، تسحب الجاذبية، تسحبها بهذه السرعة، بهذا الدماء. هذه هملولة بدأت تطير، بدأت تحلق على المقدمة بدون أوامر، على الصوت، على صوت مضمرها، شش 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 شش. هي 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 هي. ويا سلام، يا سلام، يا الظافر، يا سلام يا الظافر. جماهير هجن الرياسة، جماهير الحمر، يحيونك على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه هجن الرياسة في كل مكان وفي كل زمان. هذه المؤسسة الذي يشهد لها التاريخ، الذي تسجل حروف من ذهب في هذا العالم، على عالم سباقات الهجن، يا سلام، سجل حافل وسجل مشرف، يا سلام، وسجل نواميس. ها هي هملولة تغادر بالفوز، تغادر بالناموس. سلام يا هجن الرياسة، سلام يا هجن الرياسة، على هذا الذي تقدمه في هذا المساء. ها هي هجن الرياسة تقترب من خط النهاية، تقترب من المنصة الرئيسية. سلام يا هجن الرياسة، سلام يا الظافر، يا ابو الجمايل، على هذا التضمير، على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه هملولة في هذا المساء وفي هذا الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني، نشوف هذه الشاهينية لهجن العاصفة. المركز الثالث هملولة لهجن الرياسة. المركز الرابع الشاهينية لهجن ند الشبا. المركز الخامس الشاهينية لهجن العاصفة. ياهو، شوط سرعة مع هملولة، مع مؤسسة هجن الرياسة. سحبتنا سحبة الصوت، سحبة التعليق، سحبة أيضا عدسات كاميرات دبي ريسنج، والتوقيت الزمني ساعة ما تجاوزت خط النهاية بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار في زمن وغدرة. 12 دقيقة 32 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا أيضا لبو الجمايل علي بن جميل الوهيبي على هذا الفوز، على هذا الأداء الذي تقدمه هجن الرياسة، والذي وصلت في المركز الثاني الشاهينية في زمن وغدرة. 12 دقيقة 44 جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر غياث الهلالي، والذي وصلت في المركز الثالث هملولة على المركز الثالث. 12 دقيقة 44
5 أجزاء من الثانية تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر علي بن جميل الوهيبي، تهانينا على هذا الأداء المتميز، وتعزد الله مساكم يا جماهير هجن العاصفة بناموس هذا المساء وافتتاح الشوط المحليات، تهانينا والناموس.